إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل النهاردة بإذن الله ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا جماعة، أحب أقول لكم أنا فتحت قناة جديدة هي تعليم اللغة الإنجليزية. لو أنت عايز تتعلم اللغة الإنجليزية بشكل صحيح اشترك معايا في القناة. والوقت نبدأ الفيديو بتاعنا. في عندنا هو الريسيفر، أنا عارفه طبعا الريسيفر قديم، أنا بستخدمه عموما لأغراض الصيانة خلاص، وفي ناس طبعا بتستخدمه عشان إذاعة القرآن الكريم، وفي ناس كتير برضو لسه لازالت بتستخدم الريسيفر ده لأنها عندهم التلفزيونات العادية مش التلفزيونات اللي هي الليد والLCD والحاجات دي. عموما هي المشكلة بتاعت الريسيفر ده اللي هو مهما وجهت الطبق فهو ما بيلقطش أي إشارة خالص نهائي، يعني بتحط التردد مظبوط وبتظبط الطبق ومتلاقي ما بيستقبلش أي إشارة خالص. تعال نفتحه بقى يا جماعة ونشوف ايه المشكلة بتاعتك. اه يا جماعة من جوه ماشي، هو مطرب شوية بس مفيش حاجة شكلها فيها مشكلة. امال ايه المشكلة؟ المشكلة هتبقى يا جماعة في مكثف من المكثفات ديت هو اللي عامل المشكلة ديت خلاص، بجانب اللي هو الدخول اللي هي من الدخول من الدش. لو هنلاحظ يا جماعة لما بنيجي نقيس اللي هي المكثفات الصغيرة دي بتدي صوت صفارة صغير قوي، سامعينه؟ صوت ضعيف جدا، ما عدا المكثف ده ما بيديش اي حاجه خالص. معنى كده اللي هو ناشف تماما. فهنغير المكثف ده ونشوف الاخبار ايه. المكثف ده هو ده. هو الأزير جامد جدا يا جماعة عشان نقدر نطلع اللي هي المكثف ده في الحالة ديت. هو طبعا مش نافع اللي هي اللي احنا نشيل الأزير بالشيل، فنعمل ايه؟ نحط أزير جديد عليه. Here it is. It is 10 microhertz 50 volts. Let's just replace it and see what will become of it. انا هبدله يا جماعه بالمكثف ده. المكثف ده 10 مايكرو 100 فولت هيشتغل. هنضف المكان يا جماعه الاول بالتنر. اوكي، احط المكثف الثاني بقى. لازم اثبت ايدي مده يا جماعه لان هو لازق من الجنبين. اوكي ذاتس انف. ناو ليتس تراي. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا جماعه هنجرب على التلفزيون ونشوف فيه اللي جت يا ترى اللي هي الاستقبال ولا لا. انا هوصله وارجع لكم تاني يا جماعه. الحمد لله في جه تردد اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين. تعال نشوف بقى في موجات هتيجي ولا مفيش. الحمد لله الموجات جت يا جماعة. أهل مصر أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ونجاة كانوا كلهم سكينة سواها
أعضاؤنا عطفا يدوم تكرما الوقت يا جماعة الحمد لله هو الجهاز اشتغل تاني اهوت. انتوا شفتوا بالظبط المكثف، احنا انا مكثف وازاي احنا قسناه وازاي اللي احنا عرفناه. طبعا احنا بنجيب بالسبب، يعني احنا قدرنا نعرف بالسبب، السبب اللي هو الوقت ما فيش اشارة فاحنا رحنا على ايه، التيونر اللي هو بيطلع الاشارة. فطبعا احنا شكينا في المكثف من المكثفات اللي حواليه، قدرنا نعرف اللي هو المكثف البايظ زي ما انتوا شايفين اللي احنا ايه قسناهم. والوقت يا جماعة دي كانت نهاية الفيديو بتاعنا، يا ريت يا جماعة ما تنسوناش ان شاء الله في الاشتراك والاعجاب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع حاجة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.